بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصفحة فتحت بالتواصل مع الأحبة المؤمنين ومع المجتمع الإنساني بشكل عام، وبفضل الله هي تؤدي غرضها الآن. ولكي تؤدي غرضها بالشكل الأكمل ولقطع الطريق على شياطين الإنس والجن الذين يحاولون التشكيك بنسبتها إلى صاحبها، قمت بتسجيل سلامي لكم ونشرته فيها، وأرجو من الأحبة أن يكونوا مطمئنين تماما أني من يكتب هنا دائما إن شاء الله. فالصفحة والحمد لله مؤمنة وعصية على الاختراق إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة، هو ولي وهو يتولى الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.